تعالوا نعمل كشري زي المحلات بالظبط، وعشان كل اكله ليها 100 طريقه تعالوا نهبط في 101. اول حاجه هنحمر البصل علشان هنحتاج الزيت بتاعها. 3 بصلات مقطعينهم هلالات، نحط عليهم معلقه دقيق مع نشا خلطينهم كويس، ونقلبهم في البصل لحد ما يغطيهم كويس، وكده البصل جاهز نقليه. في زيت غزير هنحمر البصل عشان هنحتاج الزيت في باقي الخطوات. هننزل بالبصل ونحاول نفرده في الزيت علشان ما يلزقش في بعضه، واول ما يبقى لونه ذهبي كده نرفعه من على النار وما نسيبوش يغمق. هنطلعه على طبق مش على مناديل علشان ما يتراش. اسمعوا صوت القرمشه كده، هو جاهز معانا. وعشان نعمل عدس، في حله هنسلق العدس لوحده، هنضيف عليه فص ثوم ومعلقه كمون، هنسيبه على النار حوالي نص ساعه لحد ما يستوي. واول ما يستوي بالشكل ده هنرفعه من على النار ونصفيه، وعلى طاسه سخنه فيها معلقه زيت البصل هننزل عليه العدس والملح، ونشوحه على النار كويس قوي عشان يخرج النشا اللي فيه. شايفين الابيض اللي على العدس؟ لما يبرد هيخليه مفلفل وشكله زي المحلات بالظبط. نرفعه من على النار ونفرده في اي طبق. شايفين لما برد شكله عامل ازاي؟ طعمه بيبقى حدوته. وعشان نعمل الصلصه هنحتاج ربع كوبايه زيت، وما تقلقوش الزيت ده هنحتاجه في الشطه. هننزل عليهم 4 فصوص ثوم مفروم ومعلقه كزبره ناشفه، ونقلبهم مع بعض. اول ما الثوم يصفر هنصفيهم بربع كوبايه خل، نقلبهم لحد ما الخل يتكثف شويه، وننزل بعصير الطماطم مع معلقه صلصه وملح وفلفل وبابريكا ومعلقه من بهارات الكشري هتلاقوها تحت الفيديو. هنقلبهم كويس مع بعض، ولما نلاقي الزيت طافي على الوش بالشكل ده نعرف انها اتسبكت. نرفعها من على النار ونصفي الزيت، وهيبقى ده شكله لما يصفى. هنضيف عليه معلقه صلصه ومعلقه شطه وربع كوبايه ميه، ونقلبهم كويس مع بعض غلوه، ونرفعها من على النار. وعشان الدقه هنشوح فلفل اخضر في معلقه من زيت البصل، تقلبتين ونضيف الثوم، نشوحهم كويس. واول ما يحمر بالشكل ده هنصفيها بربع كوبايه خل وربع كوبايه ليمون وملح وفلفل وكمون وكزبره، ونقلبهم مع بعض كويس قوي حوالي دقيقه، وهنزل عليهم كوبايه ميه غلوه ونرفعها من على النار. وعشان نعمل الرز هنشوح شعريه في زيت البصل، والشعريه تكون نفس كميه الرز، اول ما تحمر بس ما تبقاش غامقه قوي. هننزل بالرز المصري المغسول ونقلبهم تقلبتين مع بعض، نضيف الميه السخنه وملح ومعلقه صغيره من بهارات الكشري، هنغطي عليه ونسيبه يستوي. وهنا سلقنا مكرونه عادي، هنضيف عليها 3 معالق من زيت البصل مع رشه توم باودر، ونقلبهم مع بعض لحد ما الزيت يغلي في المكرونه كلها، وكده نبقى خلصنا. نحول سفرتنا لمحل كشري، هنحط الرز والعدس والمكرونه وطبعا الصلصه وشطه الزيت والدقه، وسلام بقى على طماطم مع معلقه شطه الزيت، وطبعا الحمص والبصل. اهم حاجه الطبقات، طبقه رز عليهم عدس والمكرونه، طبعا بقى على الوش البصل والحمص، وده الشكل النهائي والطعم حدوته وبألف هنا.